سنعيش تقريبا سنتين. كويس، جيبك شافي؟ ما في أي تحدد بالنفس. ما في، بس هون في شوية تنميل. إيه معلش. معلش، هي شغلة طبيعية بعد الفترة. هلا عملية لي قياس كثير بتكون بسيطة يعني، شغلة كثير بسيطة. بعدين بس تركيب الطرف وتدريبك عليه. إن شاء الله. عملت في سوريا من خلال 6 برامج، وذلك بعد أن قامت بتقييم احتياجات الشعب السوري في الداخل. البرنامج الأول كان العناية بالجرحى، ويشمل ذلك المستشفيات القادرة على إجراء العمليات الجراحية أو برامج التأهيل للجرحى. عدد كبير من الجرحى أصابهم عاهات، ممكن نعتبرها عاهات مستديمة، وركزنا الحقيقة على قطاعين تحديداً: قطاع تأهيل المصابين في الحبل الشوكي، وقطاع تركيب الأطراف الصناعية. ومنعمل حالياً على هي المشاريع ليس فقط كمشاريع لتقديم الخدمة للجرحى، وإنما أيضاً كمشاريع تدريب للكوادر السورية بغرض التوسع في المصنع. فاز الميكروفون. أيوه. تحت. مشاريع التأهيل تستهدف تقديم أطراف صناعية لعدد 600 جريح خلال سنة واحدة، وتأهيل عدد 120 مصاب من مصابي الحبل الشوكي خلال نفس السنة. قطاع التدريب وبناء القدرات قطاع مهم بالنسبة لأطباء القارات، ويتم ممارسته في كل القطاعات الأخرى، في كل البرامج الأخرى. يعني مثلا في مشروع الأطراف الصناعية، إضافة لإنتاج الأطراف، المركز يعني بتدريب المتدربين، ويتوقع خلال 9 أشهر تخريج 10 متدربين كفنيين للأطراف الصناعية. احتياجات الشعب السوري فريدة من نوعها. يعني الآن يعني بعد 3 سنوات من الأزمة الطاحنة، ما بتجد قصة بسيطة للمعاناة. كل القصص قصص معقدة، شهداء مع جرحى مع إعاقات مع يعني حالات استغلال. أنا أطالب الحقيقة كل من يستطيع أن يقدم دعم للشعب السوري، كل المنظمات، كل المجتمع، عدم التردد في إسعاف الشعب السوري، في تقديم كل ما يمكن تقديمه لهم لتخفيف هذه المعاناة. تمت إصابتي كان في اقتحام من قبل قوات النظام على مطار النيرب العسكري في ضيعة عزيزة كنا المركزي. تم جيل الرتل من طريق خناصر، من طريق أسرية إلى خناصر، واقتحم ضيعة عزيزة وكنا فيها، وتمينا الصدر له. قام شافتني الدبابة، في حال استعمال أحد أرجوز شطح له الأرض عم بلقى زيت الدبابة، قام بدر وجري التنتين، وتم حوالي 1.5 ساعة لتم إسعافي من المركز اللي كنت مصاب فيه. طلعت مني الإجري التنتين على التراب، حسيت بالإحباط ماكن يعني، بس وقت ذكروا لي في مركز الأطراف الصناعية عبر القارات في كلس، عبر الشباب اللي ركبوا هون، جيت ركبت عندهم أطراف الصناعية. رسالتي إلى كل طبيب وإلى كل من يعمل في الحقل الطبي: أهلكم في سوريا في أمس الحاجة لخدماتكم، لتواجدكم معهم، والعمل الإنساني يناديكم. الحمد لله إنه بعد ما ركبت أطراف اصطناعية حسيت إنه في أمل وأرجع أكمل حياتي.